تعالوا بقى نشوف كواليس مباراة النهاردة. نروح لزمايلنا الأعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق، نعرف منهم إيه أخبار الأجواء النهاردة. مساء الخير يا فاروق، إزيك؟ برحب بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام واخر استعدادات وكواليس مباراه الاهلي وسموحه المؤجله من الاسبوع الحادي عشر للدوري المصري الممتاز. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ايمن، كلام مهم جدا طبعا في ظل الضغوط وفي ظل تلاحم المباريات، كل يومين بتلعب مباراه وانت مطالب بالحفاظ على بطوله الدوري، مطالب بالحفاظ على بطوله كاس مصر، مطالب بالحفاظ على بطوله دوري ابطال افريقيا، ومطالب ايضا بكاس السوبر الافريقي مقرر لي يوم 28 مايو، كلها ضغوط في وقت صعب جدا في ظل صيام. طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلت، ان حضرتك قلت كلام مهم جدا، لكن زي ما حضرتك قلت ان دي الظروف اللي دايما بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي بتصنع شخصيه النادي الاهلي. طبعا الفريق النادي الاهلي عاقب الفوز على فريق الزمالك كان طوى صفحه الانتصار على الزمالك، كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، مباراه بثلاث نقاط انتهت، بنبدا نستعد يعني استعداد الاهلي لسموحه بدا مع انتهاء صافره مباراه الاهلي والزمالك. سريعا ثاني يوم الفريق بدا استعداداته وتدريباته بالامس، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما بيبقى موجود في الميعاد، موجود مع لعيبه النادي الاهلي في كل وقت في كل زمان، بيدي قوه الدفع للاعبين. طبعا شكر اللاعبين والجهاز الفني على ادائهم في مباراه الزمالك، وقال انا مقدر الضغوط اللي انتوا فيها وتلاحم المباريات، ولكن دايما ده قدرنا احنا النادي الاهلي، دايما مطالبين بان احنا نتعامل مع كل الظروف، وشخصيه النادي الاهلي هي اللي بتفرق. طبعا عقب المران الاخير توجه الفريق طبعا للمبيت في احد الفنادق القريبه استعدادا لمواجهه فريق سموحه. طبعا غيابات حدث ولا حرج يا كابتن ايمن، غيابات كثيره جدا بينضم ليها مؤخرا طبعا احمد رمضان بيكم لحصوله على ثلاث انذارات. النادي الاهلي طبعا في هذا اللقاء بيستعيد طبعا محمد الشناوي، وطبعا زي ما حضرتك استعرضت تشكيل النادي الاهلي طبعا يعني بتستعيد لاعب بتفقد لاعب، النهارده اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن ومحمد الشناوي بتستعيده في حراسه المرمى، لكن انا عايز اقول لك الروح اللي انا شفتها اثناء تواجدي مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، الروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي هي دي سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن. ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. الروح وعلي لطفي ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه النهارده. بالظبط يا كابتن ايمن، شوف بالظبط يا كابتن ايمن، شوف الروح اللي ما بين علي لطفي وهو عارف ان الشناوي هيلعب، يعني انا عايز اقول لك ما تحسش ان علي لطفي زعلان او لا يا كابتن ايمن، هو ده النادي الاهلي، الروح اللي ما بين اللاعبين، انت عارف ان طبعا وقت صيام الوقت كتير اللعيبه بتبقى قاعده مع بعض بتتناقش بتتكلم، دور اللعيبه الكبار ايمن اشرف والسوليه ووليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعه مع اللاعبين، انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن دايما دايما البطولات بتبدا من داخل اوضه اللبس ومن داخل الغرف المغلقه، وهي دي سر نجاح النادي الاهلي جيل بعد جيل. يعني اقدر اطمنك ان شاء الله ليه على مباراة اليوم، طبعا فريق النادي الاهلي كان تحرك في تمام الساعة 7:30 من الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي الى واتجه الى استاد الاهلي والسلام. طبعا زي ما قلت لك الروح المطمئنة للاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين، ايضا يعني طاقم تحكيم اللقاء اللي يعني لدى وصوله لارض الملعب قام بتفقد ارض الملعب اللي بتظهر في صورة اكثر من رائعة، استاد الاهلي والسلام بيظهر في صورة اكثر من رائعة. النهارده بيدير طاقم تحكيم للقاء محمد الصباحي حكم الساحه بيعاونه احمد نوفا المساعد اول وسامي هلها المساعد ثاني، احمد صلاح حكم، احمد صالح حكم رابع، اثنين لحكام الفيديو سيد شعبان وصبر ابراهيم. يعني لدى وصول فريق النادي الاهلي طبعا مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قام بتفقد ارض الملعب، وطبعا يعني انا سالته على الشناوي وعلى لطفي قال لي الاثنين معاه، عندي الاثنين كويسين جدا والشناوي النهارده موجود لكن الاثنين بيتمتعوا، انا سعيد، يعني قال لي انا سعيد جدا بالروح اللي ما بين الشناوي وعلي لطفي، ودي زي ما قلت لك يا كابتن ايمن هي سر نجاح النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يقدر يستعيد عيد القمه، فوز النادي الاهلي ان شاء الله باي نتيجه يعود النادي الاهلي على القمه المفضله بطوله الدوري المصري. انا معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق، ومن فاروق هنروح لزميلنا العزيز محمد توفيق نعرف منه اخر الاخبار عنده ايه. مساء الخير يا محمد، اتفضل. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد مباراه الاهلي وسموحه على استاد الاهلي والسلام في اطار يعني مؤجلات الجوله 11 من الدوري العام.
يمكن خلاني اكلمك بشكل اكبر عن فريق سموحه واستعداداته للمباراه. كان فريق سموحه يعني اختتم استعداداته بالامس على ملاعب الفريق في محافظه اسكندريه، وبعد كده كابتن احمد سامي المدير الفني للفريق اصطحب 20 لاعبا لدخول معسكر مغلق ليله المباراه هنا في محافظه القاهره. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت في البدايه فريق من الفرق اللي بتادي بشكل ممتاز الموسم دوت. يمكن سموحه بيخش المباراه وهو عنده 24 نقطه حصدهم من 17 مباراه، فاز في 4 مباريات وتعادل في 12 مباراه، وده رصيد كبير جدا من التعادلات، وخسر في مباراه واحده. يمكن كان ليا حديث مع كابتن احمد سامي قبل المباراه، اتكلمت معاه قال لي يمكن ما حققناش فوز كتير، معظم المباريات تعادل، لكن الحاجه المهمه والايجابيه ان احنا ما بنخسرش. يمكن بنسجل اهداف كتير لكن للاسف في اخطاء كتير عندنا يعني بتخلي اهداف كتير تدخل مرمى الفريق. قال لي ان طبعا اتكلمت مع اللاعبين عن قيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي خارج من مباراه كبيره امام نادي الزمالك ومؤدي بشكل اكثر من رائع، لكن احنا جايين النهارده عشان نعبر عن نفسنا بنلعب الخطه او التشكيل المعتاد لينا. يمكن النهارده سموحه بادئ 4-2-3-1، القوه الهجوميه كلها النهارده في نادي سموحه موجوده ومتواجده خلال المباراه. يمكن دي اخر مباراه لمهاجم الفريق وهداف الفريق حسام حسن والباك الشمال كمان محمد الطرهوني بعد اعارتهم رسميه لنادي اهلي طرابلس الليبي لنهايه الموسم. كابتن ايمن يعني يمكن من خلال بحث كده فريق سموحه وبعض الاحصائيات الخاصه بفريق سموحه، يمكن فريق سموحه حط 24 جول في يعني اللاعبين الموجودين في ارض الملعب النهارده سجلوا 22 جول، منهم يمكن بس بيغيب محمد عبد المنعم المدافع الاصابه ده احرز هدف واحد، وكمان رفيق كبو احرز هدف واحد، وعلى دكه البدلاء النهارده يمكن حسام حسن النهارده اللي بيلعب مهاجم اساسي احرز 8 اهداف، كمان احمد عبد القادر احرز 3 اهداف، مصطفى فتحي 5 اهداف، عبد الكبير الوادي احرز 4 اهداف، رجب نبيل المدافع احرز هدفين. فبنتكلم في قوه هجوميه كبيره جدا لنادي سموحه النهارده، مباراه قويه زي ما حضرتك قلت في البدايه، اعتقد ان شاء الله يعني نشوف مباراه كبيره النهارده ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي. يمكن سموحه زي ما حضرتك اتكلمت من الفرق اللي مأديه بشكل اكثر من رائع السنه دي، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون في الموعد ويكون عند الميعاد ويحقق فوز زي ما قلت حضرتك وذكرت في مقدمتك عشان نرجع لمكاننا الطبيعي على صداره الدوري. يمكن سموحه النهارده كمان لما اتكلمت مع الجهاز الفني اتكلموا ان المباراه النهارده مهمه بالنسبه لهم في صراع الدخول للمربع الذهبي. يمكن نادي سموحه يفصله عن دخول المربع الذهبي 4 نقاط فقط، يمكن ده الهدف اللي كابتن احمد سامي اتكلم في المحاضره النهارده قبل المباراه مع اللاعبين، قال عاوزين نستغل حاله النشوه والفرح اللي فيها النادي الاهلي، وهو قال ان انا كان لاعب سابق في النادي الاهلي وعارف ان اجواء يعني داخل النادي الاهلي مختلفه، والنادي الاهلي عنده دوافع بتتجدد كل مباراه، لكن انا كمان حاولت اخلق دوافع للاعبين عشان يخشوا النهارده وادوا اداء كبير امام النادي الاهلي. قال يمكن ما اتكلمتش كمان في التحفيز كتير، اي لعيب بيبقى قدام النادي الاهلي عايز يعني يلعب احسن ويقدم احسن ما عنده، قال يعني اهم مباراه في الموسم بتبقى لاي لاعب مش محتاج فيها تحفيز كتير هي امام النادي الاهلي، ان اللاعبين بينزلوا يلعبوا ويادوا اقصى ما عندهم. قال يمكن اتكلمت مع اللاعبين قلت لهم احنا بنلعب فريق كبير والنادي الاهلي، لكن محتاجين ان احنا نلعب كورتنا المعتاده ما نخافش ونلعب كورتنا ونهاجم ونعمل مباراه كبيره امام النادي الاهلي، وقال يعني اتمنى التوفيق للنادي الاهلي بالطبع ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه النهارده. كمان يمكن عايز اكلمك الاجواء هنا داخل الملعب، يمكن درجه الحراره بدات تقل كتير جدا عن النهار، يمكن الجو فيه بعض البروده، كمان في اتجاه شديد للرياح ناحيه المرمى اللي هيبقى على يمين المقصوره الرئيسيه. الاجواء هناك كلها بتقول ان احنا ان شاء الله هنشوف مباراه اكثر من رائعه في اجواء رمضانيه رائعه، وان شاء الله يتوج المجهود بفوز النادي الاهلي والحصول على 3 نقاط في طريق التتويج والمحافظه على اللقب المعتاد للنادي الاهلي لقب الدوري. ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.